إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. ونسألك اللهم برد اليقين وطمأنينة النفس وسلامة الصدر ونقاء السريرة ونعمة الإخلاص وبركة الصدق وطيب العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم آمين. وبعد، إخواني وأخواتي، حياكم الله تعالى في لقائنا المتجدد في برنامجكم الرمضاني مقرأ ورش. وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى عندنا التلاوة المنهجية من سورة المطففين برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، ثم بعد التلاوة نعلق على ما جاء فيها من معان وأحكام، ثم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا بإذن الله. نبدأ الآن من سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بارك الله فيكم أحسن الله إليكم مشاهدي الكرام سورة المطففين سميت مطففين من التطفيف والتطفيف جاءت من كلمة طفيف طفيف يعني قليل يعني يقولون جروح طفيفة يعني جروح بسيطة فلأن الذي يطفف في الميزان يعني ينقص ويأخذ من الميزان لا يكاد يأخذ إلا شيئا يسيرا لأنه لو أخذ شيء كبير يعني يتبين لكن هذا اليسير هو التطفيف الذي في الميزان وهو ذنب عظيم كبير أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله سيدنا شعيب عليه السلام سيدنا شعيب عليه السلام إلى أصحاب مدين وأصحاب الأيكة لأنهم كانوا يطففون في الميزان فأرسل إليهم فيقول ولا تنقصوا المكيال والميزان أمر عظيم ثم أنزلت سورة كاملة بهذا الاسم بهؤلاء بمسمى هؤلاء المطففين هي سورة المطففين فيقول في أولها ويل للمطففين وويل هذا واد في جهنم والعياذ بالله يقع فيه المطففون أو كناية عن أن هناك عذاب شديد أن هناك عذابا شديدا ينتظر هؤلاء المطففين من هم المطففون؟ قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني هو إذا أراد أن يأخذ هو يشتري يستوفي حقه وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا كال لغيره أو وزن لغيره يخسرون يعني يخسر في الميزان يأخذ منه ثم يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هم يبعثون إلى يوم عظيم وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين جميل؟ طيب يعني هذا العذاب أو يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين شيء يعني عظيم جدا أن يكون التطفيف في الميزان له هذا الوعيد الشديد وهو أمر فيما يظهر أنه أمر بسيط يفعله البائعون العاديين يعني في كل مكان يطفف الميزان يشيل مثلا إذا اشتريت منه فاكهة أو شيء ممكن يرفع ثمرة واحدة ويقول الميزان الآن مضبوط لكنه يرفع من هذا وهذا وذاك ثم يجتمع عنده هذا التطفيف شيء آخر يبيع منه يعني وعيد شديد جدا من الله سبحانه وتعالى فيقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم
يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الآن هو يريد في السورة أن يتكلم على مصير الكفار ثم مصير المؤمنين في مقابل مصير الكافرين، ثم بعد ذلك يذكر حالة الفجار مع المؤمنين كيف كانوا في الدنيا، ثم حالة المؤمنين مع الفجار كيف هي في الآخرة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. جميل. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. فكتاب الفجار هذا لفي سجين، يعني كتابهم يعني مصيرهم المكتوب أنهم في سجين. سجين هذا قعر جهنم وهو صغير من السجن، سجين من السجن صغير يقع هؤلاء الكفار في هذا المكان والعياذ بالله. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم يعني سجين، وما أدراك ما سجين يعني ضيقة وصغيرة وكذا، يعني كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. كتاب مرقوم يعني هذا مختوم ومشهود عليه أن هؤلاء في سجين. الذين يكذبون بيوم الدين اللي هو يوم القيامة، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وهؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين مذكرون في القرآن في مواطن عدة من أو مواضع عدة، مثلا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وأنكروا يوم القيامة وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أنكروا يوم القيامة. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف المؤمنين في القرآن يقول الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، بالله واليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر هو ركن ركين في إيمان المسلم. فهؤلاء كان مصيرهم السجين لأنهم يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يقول يقرأ عليه القرآن يقول هذه أساطير الأولين، مثل ما قالوا أساطير الأولين اكتتبها. أساطير الأولين الأساطير اللي هي القصص الخيالية الأسطورية القديمة التي كانت تذكر في أيام اليونان والهنود وغير ذلك، في وأيام الأدب الصيني. فهذه أساطير كانت جملة من جملة الأدب اسمها الأساطير موجودة. فهؤلاء صاروا يقولون عن القرآن إنه أساطير مثل الأساطير الأولى، أساطير اليونان والصين والهند وكذا. كلا، ربنا ينكر هذا. إن كتاب الأبرار، الآن في مقابل الفجار الأبرار، إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. العلي يعني هناك قلنا السجين تحت، العلي فوق، في عليين مكان عالي، عالية الجنة. وما أدراك ما عليين؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. يعني هذا الكتاب المرقوم يقول لما تذهب أرواح المسلم أو المؤمن، لما تصعد روح المؤمن إلى الملأ الأعلى تأتي عند باب الجنة يفتح لها، ثم تستقبلها الملائكة بالبشر، ثم تكتب، يخرج كتاب يكتب فيه أسماء هؤلاء الذين يدخلون الجنة، ثم يختم عليه، ثم يشهد على هذا المقربون. يا سلام، شوف، فخلاص هذا الذي نجا نجا انتهى، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني الدنيا هذه متاع الغرور ليس فيها شيء. كلا، قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأبرار في نعيم على الأرائك اللي هو السرور العالية، ينظرون في الأسفل، يعني هذا شيء جميل. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، الإنسان اللي هو ابن النعمة يختلف عن الإنسان اللي هو فقير مشرد ينام في الشارع وتلفحه الشمس ويلفحه الهواء الساخن وفي التراب وكذا، بخلاف الإنسان المنعم، يعني تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. الرحيق اللي هو الشراب المختوم الذي لم تلمسه الأيدي، والرحيق هذا هو خمر الجنة، خمر الجنة التي لا تسكر، مختومة يعني مغلقة
لم تلمسها الأيدي، هو أول من يفتحها. ختامه مسك، يعني لما يشربها في نهايتها يشعر بطعم المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الدنيا، تنافس الناس حتى يصلوا إلى هذه المرتبة. ومزاجه هذا الرحيق من تسنيم، تسنيم هذه عين في أعلى الجنة، عين يشرب منها المقربون، عين في أعلى الجنة يشرب منها صافيا المقربون اللي هم مذكورين في سورة الواقعة من المقربين. فهؤلاء يشربون من هذه العين التي هي تسمى تسنيم صافية. لكن أهل الجنة من هم أسفل من هؤلاء المقربون يشربون شربهم ممزوجا بشيء من التسنيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من هؤلاء الذين يشربون من التسنيم صافيا. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا، الآن خلاص هو انتهى من حالة المؤمنين، يريد أن يذكر الحالة التي كان عليها الكفار مع المؤمنين في الدنيا. يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يقولون إن سيدنا علي رضي الله عنه لما كان يمر بنادي قريش وكان فيه أبو جهل يضحكون ويتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يقول لك شوف هؤلاء الأراذل وكذا، يعني حشاهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم هؤلاء الكفار انقلبوا فاكهين مبسوطين ومتريئين، يعني سخرية وكل شيء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يصيمون المسلمين بالضلال. فربنا يقول وما أرسلوا عليهم حافظين، أنت مين عشان تقيم؟ هكذا تقريبا يعني معنى هذه الآية، وما أرسلوا عليهم حافظين، أنت يعني أنت اللي ما يقول لك، أنت تقول مين اللي في الكويس ومين الضل، فما دخلك، ما لا يعنيك. طيب فاليوم الذين آمنوا، الآن في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذه بتلك. يقول في المفسرون في هذا، يقول إن المؤمنين يكونوا يجلسون على الأرائك ينظرون على الجهة المقابلة في النار، فتفتح أبواب النار، فهؤلاء النار مؤصدة طبعا لكن تفتح، فالذين في النار يريدون أن يخرجوا، فيأتوا مسرعين يريدون أن يخرجوا فتغلق الأبواب، فيضحك المؤمنون يضحكون عليه. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون في الدنيا؟ نقول نعم لا شك. طيب فصورة جميلة لكن يعني تحتاج إلى أن يحفظها الناس كويس، يعني لأني تجد أن حتى الأطفال لما يأتي عند المطففين يعني يخطئ فيها. طيب إخواني في السورة سوف نعلق تعليقا سريعا على ما جاء في السورة في رواية ورش. يقول على سبيل المثال وإذا كالوهم أو وزنوهم، لا ننسى هذه تمد بمقدار 6 حركات. وكذلك كتاب الفجير يقللها ورش رحمه الله، ويقلل أدريك مع سجين. وإذا تتلى ننسى، لا ننسى التقليل ولا ننسى مد البدل في آياتنا. قال أساطير الأولين تلقيق الراء فيها. هنا في كلا بل رانا هنا يوجد سكتة لطيفة عند حفص، وحفص وحده وليس أحد من القراء العشر، فهنا ننتبه ألا نسكت، فلا نقول كلا بل رانا وإنما كلا بل رانا، فتدغم اللام في الراء إدغاما متقاربين، هذا إدغام متقاربين. نعم. ثم في قوله تعالى إن الكتاب الأبراري، لا ننسى النقل مع التقليل في الأبراري ولا التقليل في أدريكا. جميل. نحن نعرف طبعا الأبرار، وهذه الأبرار إن الأبرار إن الأبرار هذه لا تقلل. لماذا؟ لأنها مفتوحة منصوبة، نحن نقلل ما كان مجرورا يعني تحته كسرة فقط. جميل. وقال وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، فهذه فاكهين ليست الألف هذه موجودة في رواية حفص عن عاصم، وإنما موجودة عند نافع فنقول فاكهين، وفي رواية حفص فاكهين
فنفرق بين الروايتين. جميل، أحسنتم يا إخواني. طيب، هذه أبرز التعليقات عند ورش. الآن إخواني نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم، بارك الله فيكم. بما أمر الرحمن نبيه أن يطلب منه بزيادة العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة هل فرض ذلك أو نفل هل يجلب للناس سعادة مفترض منه ومسنون فتحل بعزم وإرادة من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حسادة بما أبدأ فالعلم كثير يا أبتي من أين أسير معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني ورسول الله وقدوتنا يا أبتي ما أدرس عنه يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه وصلاتي كيف أصليها وفروضي كيف أؤديها بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي وانضم لجمع محبي حي هلا بالمشاهدين الكرام، أهلا وسهلا مرة أخرى. والآن نستقبل مشاركاتكم التي وصلتنا، ومعنا المشاركة الأولى من حازم من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أحسنت يا حازم بارك الله فيك. في عندنا في كما قلنا قبل ذلك مرارا أن الجيم في لغة العرب شديدة وهي تختلف عن الجيم في لغات أخرى مثل اللغة الإنجليزية، فعندهم حرف الجي، فلو قلت جي في اللغة الإنجليزية غلط، هم عندهم الحرف الجي شارخ جي. حتى إذا بدأت مثلا في اسم من الأسماء يبدأ بهذا تقول جورج جو وليس جو جورج، ماشي؟ فهذا غلط. عندنا هنا في العربية الجيم شديدة وليست رخوة، فنقول سجين وليس سجين، سج لا سج سجين. أساطير الأولين، أساطير تفخيم الراء المضمومة، كثيرا ما تسقط ما يسقط تفخيم الراء المضمومة في درج الكلام. عليين، هذه ياء بعدها ياء فتمكنها، عليين، وهذا ما يصطلح بعضهم على تسميته بمد التمكين وليس موجودا يعني في الكتب، إنما استئناسا يقولون التمكين، وهذا التمكين يعني مثل أن تأتي ياءين مثلا نقول النبيين عليين، يقولون هذا يسمى مد التمكين، هو مش مد، هو ليس مدا، هو أنت تنطق الياءين وتبينها. على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا فخم الغنة، ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم وليس ندرة النعيم، ند ند لا نض نض، ففرق بين الدال والضاد. رحيق، يسقون من رحيق وليس رحيق، فبين القاف، القاف في نقطة أدخل قليلا من الكاف، فبينها بارك الله فيك حفظك الله. رحمة من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. أحسنت يا رحمة، ما شاء الله تلاوة ممتازة ما شاء الله. شوفي يا رحمة، كذلك في قوله تعالى يشهده المقربون، الشين يعني نبينها من الهاء،
يشهده المقربون كده في دخول بين الشين والهاء، فنقول يشهده، وطريقة ذلك أن نعطي الشين زمن الرخاوة يشهده، فتكون الشين بذلك منضبطة أكثر إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا عمر كامل من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدريك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلي عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا به يكسبون. ماشي يا عمر، ما كانوا به أكتب إيه ولا إيه يا عمر؟ شغال بكتب موضوع تعبير. طيب يا عمر شوف هنا، يعني اقرأ بحفظ لا تقرأ بورش، أنت تحاول أن تقرأ بورش فيكون في شوية كده مشاكل، فاقرأ بحفظ، ومحاولتك لورش جيدة لأني لعلك تتنبه إلى ما. شوف هنا على الناس، هات الغن، يخسرون هذه على ورش يرققها، أنت قلت الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فأتيت بصلة الميم لورش ثم فخمت لحفظ. طيب ليوم عظيم، امسك النون، ليوم عظيم لا تقول يوم عظيم، كذلك عظيم رقق العين، عظيم ع لا عظيم العا وليس العا العالمين، كتاب مرقوم، هات الغنة، إذا تتلى هذه تقليل وليس إمالة، لا تقول تتلى فوق الإمالة شوية، إذا تتلى عليه آياتنا على ما فيهاش ليس فيها تقليل يا عمر، على هذا حرف لا يقلل، على لا تقول عليه على حرف جر لا يقلل، كذلك ما كانوا يكسبون مش ما كانوا به، جبتها منين به هذه؟ من راسك دي صح؟ طيب يا عمر أحسنت بارك الله فيك، المرة الجاية تكون أحسن، ها آخر مرة. يلا أروى من الجزائر، اتصال. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا أروى تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هنا رقيقي العين، رقيقي العين، لا تقول ليوم ع، ليوم ع عظيم، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كمان زودي الغنة، يوم يقوم الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي
لفي سجين وما أدراك ما سجين أدريك أدريك وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين كمن هنا كمن يا أروى هنا ويل يوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هنا لا نقول قال أصا قال أصا قال أسا كل مرقب قال أسا قال أساطير قال أساطير الأولين لا لكن لا 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 تميل الألف أس لا أسا سا أساطير الأولين ماشي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ماشي يا أروى أحسنتي بارك الله فيك فتح الله عليك تنتبهي إلى ما نبهتك عليه وتلاوتك جيدة ما شاء الله طيب معنا عمر من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين طيب يا عمر يعني إن شاء الله أنت تلتحق بحلقة وتجلس إلى شيخ حتى يعني تتقن بعض أو كثير من التجويد يعني هنا مبعوثون بالثاء وليس بالتاء مبعوثون لا مبعوثون هذا ممكن تأثرا باللهجة الفجار لا تقول فجار فأنت أرخيت أو جعلت الجيم رخوة وفخمتها كذلك الجيم شديدة مرققة الفجاء جاء وليس جا جميل ده أبرز نقطة فانتبه إليها وإن شاء الله تتحسن تلاوتك في المستقبل بارك الله فيك فؤاد من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أحسنت يا فؤاد تلاوة جيدة بارك الله فيك محمد الذهبي من الجزائر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أحسنت يا ذهبي، جيد ما شاء الله. طيب منذر من تونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أحسنت يا شيخ منذر، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومتحسنة. معنا يوسف من الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. أحسنت يا يوسف بارك الله فيك. إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم حركتين، لا نقول لفي نعيم، قلتها ثلاثة، خليها اثنين فقط. حسنت بارك الله فيك، والتلاوة ممتازة كعادتك بارك الله فيك. طيب إخواني وأخواتي، بهذا نكون انتهينا من المشاركات ووصلنا إلى نهاية حلقتنا، ونلقاكم غدا إن شاء الله مع مقررنا وهو سورة الانفطار في 25 من رمضان. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.